الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه المنعقده بالعاصمه السعوديه الرياض. اهميه هذه القمه وماذا عن الاجواء والظروف السياسيه المختلفه المحيطه بها؟ نتوقف ايضا براي والتحليل عند كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الامريكي دونالد ترامب وكلمات زعماء وقاده الدول العربيه والاسلاميه المختلفه. معي ومعكم على الهواء مباشره لابداء الراي والتحليل حول اهميه القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه سعاده السفير احمد القوصني مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير، اهلا بحضرتك معنا. أشكرك على تلبية الدعوة، وتسمح لنا في البداية نتوقف بشكل سريع لمتابعة هذا التقرير التالي والذي يلخص في دقائق معدودة أهم وأبرز الكلمات من قبل قادة الدول العربية والإسلامية في هذا التقرير وكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتوقف مع هذا التقرير ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار. خمسين دولة عربية وإسلامية انطلقت القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ملف مكافحة الإرهاب يعد من أبرز القضايا التي تتناولها القمة للقضاء على خطر التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة والقاعدة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى على رأسها الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وليبيا، وتعزيز العلاقات العربية بالولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن التهديدات الإيرانية لبعض دول المنطقة. وفي كلمته أمام القمة أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العزم على القضاء على كل التنظيمات الإرهابية أيا كان دينها، قائلا إن النظام الإيراني هو رأس حربة الإرهاب العالمي. لقد قدم الإسلام في عصوره الزاهية أروع الأمثلة في التعايش والوئام بين أتباع الأديان السماوية والثقافات، لكن اليوم نرى بعض المنتسبين للإسلام يسعى لتقديم صورة مشوهة لديننا. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد خلال القمة استعداد واشنطن لشراكة حقيقية مع دول الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب. فخلال الخطاب الذي قدمته في الافتتاح للشعب الأمريكي، تعهدت بتقوية الصداقة الطويلة القديمة وبناء شراكات جديدة في إنشاد السلام. كذلك وعدت بأن أمريكا سوف لن تسعى إلى فرض طريقتنا في الحياة على الآخرين، وإنما لتمديد يدنا في روح الشراكة والثقة. وتعقد هذه القمة في اليوم الثاني من زيارة ترامب إلى السعودية، المحطة الأولى لأول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث وقع الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفاقيات صفقات أسلحة ضخمة وتعاون عسكري واستثمارات أخرى. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة سيادة السفير أحمد القوصني مساعد وزير الخارجية الأسبق. لك التحية من جديد. شكرا. سعادة السفير، يعني 55 دولة عربية وإسلامية تشارك في فعاليات هذه القمة، في رأيك يعني كيف تنظر إلى أهمية هذه القمة والجلوس المباشر مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التعرف على الرؤية الأمريكية تجاه القضايا والملفات التي تشغل المنطقة العربية بشكل كبير، وفي المقابل الدول العربية تقدم الرؤية العربية الخاصة بها، كل دولة على حدة تجاه هذه القضايا أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا قمة مهمة جدا، فعالية كبيرة جدا موجهة لمكافحة الإرهاب، الثيم الرئيسي، العنوان الرئيسي للقمة الأمريكية العربية والإسلامية.
طبعا كلمة الرئيس الأمريكي عكست المنظور الأمريكي للإرهاب، وخلاصة كل تصريحات الرئيس الأمريكي إزاء المسلمين والتطرف الإسلامي والإسلام والعنف، جلالة الملك خادم الحرمين في كلمته كان واضحا وضوحا كبيرا جدا، وضع يده على النقاط الرئيسية، استكمل كلمته جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، وكان رائعا الحقيقة، كلمة كانت طيبة للغاية وعكست ما يستشعره كل العرب المسلمين، وأشار إلى القضية الفلسطينية ضمن ما أشار إليه. الرئيس السيسي جاءت كلمة الرئيس السيسي لتتوج الهدف الرئيسي من هذا المحفل الكبير الغير مسبوق بالتأكيد. الإرهاب يمزق العالم، قضية رئيسية يدق عواصم أوروبا كلها، الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة، في الذاكرة أحداث سبتمبر أيلول. الرئيس السيسي كرئيس لمصر أكبر الدول الإسلامية، ودولة تعاني الإرهاب وتحارب الإرهاب على أرضها، المرتبط بداعش بالتأكيد. الرئيس السيسي طرح مقاربة مكتملة شاملة لكل ما يتعلق، جمع كل ما قيل في كل في هذا المحفل، وقدم النموذج المصري والتجربة المصرية في مواجهة ومناهضة الإرهاب يعني في شمال سيناء، وأكد على أن الإرهاب ينشط عبر شبكة سرطانية، وليس من المعقول أن يتم اختزال التنظيمات الإرهابية في تنظيم أو اثنين فقط. هو لمس قضايا رئيسية جدا، حس كل الدول المجتمع وبصوت عالي وواضح جدا أنه يجب أن يتم توجيه جهد للدول التي تدعم الإرهاب، توفر ملاذات آمنة للإرهابيين، توفر شبكة من التمويل المالي، توفر إخلاء للجرحى وعلاجهم، توفر مشتري جيد للموارد الطبيعية زي البترول، لتهريب الآثار، تشتري الآثار المهربة، توفر منصات إعلامية للجماعات الإرهابية. كل هذا الرئيس طالب بمقاربة جيدة تحيط وتحتوي كل هذه الأنشطة، وأهم من هذه الأنشطة لمس أيضا ضرورة تجديد الخطاب الديني، وأشار إلى الأزهر والتجربة الحالية في تجديد الخطاب الديني. الرئيس أيضا لمس أهم شيء يحدث هو اجتياح الميليشيات والمنظمات الإرهابية لدول وهدم دول، وأشار إلى أهمية استعادة كفاءة الدول الوطنية، ونبه بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأشار في ده إلى الحكم الرشيد ووضعية المرأة والمواطنة، ونبه أيضا إلى جهود الجماعات الإرهابية في استدراج المجتمعات العربية والإسلامية إلى حروب أهلية ونزاعات طائفية في داخل الدولة نفسها، بتستهدف في المقابل يعني طمس الهوية والمؤسسات والثقافة والحضارة العربية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكد بشكل كبير على أن الإرهابي ليس فقط هو من يحمل السلاح، ولكن من يقدم الدعم والمساندة سواء بالمال أو بالمعلومات، لابد أيضا أن يدرك تحت يعني القائمة السوداء للإرهابيين، لأنهم هم من يقدمون الدعم لهؤلاء. أعتقد أنه كان على وشك أن يذكر الأسماء، إنما يعني وقف. معروف طبعا أن داعش تخلي جرحاها وتعالجهم في مستشفيات إسرائيلية، والإسرائيليين يعلنون هذا، ويزورهم القادة السياسيين أيضا هؤلاء الجرحى، ومعروف أن تركيا كانت تشتري البترول، ومعروف أن هناك شبكات أوروبية وغربية تشتري الآثار المهربة، ومعروف أن البنوك التحويلات المالية كانت تتم من خلال تركيا، والأفراد الذين يتم تجنيدهم من خارج الإقليم العربي والإسلامي أيضا يمرون ضمن حدود دول مختلفة
يعني أعتقد أن يعني هناك دول تحسست رؤوسها يعني عند سماع كلمة الرئيس السيسي. ولم يغفل الرئيس السيسي أهمية تسوية النزاع التاريخي في الشرق الأوسط ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووعد بالمساعدة كما وعد الملك عبد الله ملك الأردن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها لتسوية كبرى في المنطقة. إذن هذا يعني أنه يعني تبقى دائما وأبدا القضية الفلسطينية هي القضية الأم أو القضية الرئيسية لأوطاننا العربية، حتى وإن غابت أو يعني تراجعت أولويتها في ظل يعني حالة الغليان في المنطقة، الحروب، الصراعات، الدواعش والجماعات الإرهابية والمسلحة والعصابات المختلفة التي تحاول طمس الهوية العربية والسيطرة على مساحات شاسعة. يعني أعجبني أيضا وتوقفت أن الرئيس ذكر الإرهاب وذكر القضية الفلسطينية ولم يتركها مجهلة، بل أكد على حل الدولتين وأكد على تراث الشرعية الدولية من قرارات دولية معنية بالصراع ونزاع الفلسطيني. هل من الممكن يعني أن نخرج من هذه القمة بورقة من أوراق الضغط على إسرائيل لتلتزم بالشرعية الدولية وبمسار عملية السلام وبفكرة حل الدولتين، أم في رأيك تعتقد أن إسرائيل يعني ترى أنها فوق يعني المساءلة والمحاسبة والقانون، ويصعب يعني في هذه الأجواء وفي هذا التوقيت وفي الظروف السياسية والأمنية اللي بتمر بها المنطقة العربية أن يكون هناك أي أداة أو آلية أو وسيلة من وسائل الضغط على إسرائيل؟ هو ضغط معنوي بالتأكيد أن تذكر وتكرر مسألة تسوية فلسطينية عادلة وتحاط بالكيفية حل الدولتين لضمان. الرئيس الترامب نفسه أشار إلى حق تقرير المصير للفلسطينيين، لكن ده يقتضي جهد دولي. وأعتقد أن منظور الرئيس ترامب بما أنه جاء إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية خارج الأطر السياسية ورجل أعمال بالتأكيد، صحيح، ويغلب على فكره وتناوله أسلوب الصفقة، أن هذه الزيارة ولقاءاته مع في القمة العربية الإسلامية ربما تغير مفهومه ونظرته للأمور. وسنرى زيارته لإسرائيل كيف ستسير الأمور، سنرى مدى تمسكه بفكرة نقل سفارته إلى القدس بعد حضوره هذا المحفل الكبير. يعني طيب، البعض يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني الفائز الأكبر من انعقاد فعاليات هذه القمة و يعني فكرة عقد صفقات يعني أسلحة وعسكرية مع المملكة العربية السعودية، ربما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق مصالح تعود بالنفع عليها بشكل مباشر، وتبقى الهموم والقضايا العربية والإسلامية في ذيل القائمة والأولويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت التصريحات ربما تتنافى وتتناقض بشكل كبير مع الممارسات الفعلية والعملية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني فكرة أن الرئيس الأمريكي، أعتقد أنه خلال هذه الزيارة حقق الرئيس الأمريكي أبعد ما جاء في خياله. يعني لو تنظري إلى حجم الأموال التي تم التعهد بضخها، ما كان يحلم الرئيس الأمريكي أنه سيجد يوما ما شريكا في العالم يضخ أموالا طائلة في البنية التحتية، استثمارات مباشرة في البنية التحتية الأمريكية بهذا القدر وبهذا الحجم. ما كان يحلم الرئيس الأمريكي أن تصل مبيعات الأسلحة إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، أن يصل مجموع ما كان يحلم أيضا أن يعيد تقديم شركاته الأمريكية حوالي 50 شركة أمريكية تقدم إلى منطقة الخليج بدعم من الرئيس الأمريكي، حيث يتم تعهدات بمبالغ إجمالي ما تم التعهد به نحو 450 مليار دولار ضخا في مفاصل الاقتصاد الأمريكي.
طبعا هو فاز فوزا كبيرا. إذن هل تأتي هذه القمة لتحقق الحلم الأمريكي وليس الحلم العربي؟ هو حلم الرئيس الأمريكي أولا. لا ننسى أن الرئيس الأمريكي في مأزق الآن. المأزق يتطور وتكتمل يعني أبعاده. وتذكرني زيارته بزيارة الرئيس نيكسون في آخر أيامه إلى مصر. الرئيس يواجه مأزق داخلي يتطور باستمرار. الرجل الذي أقاله رئيس مكتب التحقيقات سيمثل أمام الكونغرس في شهادة علنية قد تستدرج الرئيس الأمريكي الجديد. إنما طبعا أنا يعني طبعا الصورة تقول أن المملكة العربية السعودية عقدت شراكات كبرى وإنها وجدت ما يمكن وسائل تمكنها من تحقيق رؤية ولي العهد 2030 في تحويل اقتصادها. وعلى الهامش كان هناك منتدى الرؤساء التنفيذيين الذي أثمر نحو 50 مليار دولار اتفاقات ومذكرات تفاهم وشراكات اقتصادية وتوطين صناعات وتوطين تكنولوجيا. إنما الأمر يعني لا يغيب عن ذهني أن الأمر في بعد من أبعاده فيه نوع من الابتزاز. طبعا ليس بعيدا القوانين الجاستة في الكونغرس الأمريكي، وليس بعيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية باعت أو استغنت أو أسقطت شركائها الخليجيين في المنطقة بعد طول اعتماد على الدعم الأمريكي. بالتأكيد يعني أنا لا أعرف حجم برامج التسليح الكبرى في المملكة العربية السعودية، كيف ستغير الأمور في المنطقة وكيف ستعيد التوازن العسكري إلى المنطقة. بالتأكيد في هناك يعني كثير من التساؤلات التي يمكن أن نلقي بها في هذا. إنما هي بشكل عام يعني تشكيل استحقاقات مستقبل قلق في المملكة العربية السعودية، تهديد من جارة كبرى إيران التي دخلت عصرا جديدا باتفاق مع الدول الست يمكنها أن تصبح دولة نووية في خلال عقدين أو يعني أقل أو أكثر يعني، وتشكل تهديدا وتدخلا في الأمور الداخلية لمجمل أو لمنطقة المشرق العربي بالتحديد. طيب احنا هنستكمل حديثنا، ولكن معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ محمد عويس المحلل السياسي من نيويورك. سيد عويس، بعد التحية، في أي إطار تضع أهمية القمة العربية الإسلامية الأمريكية المعقدة بالعاصمة السعودية الرياض؟ تصحيح بسيط، بس أنا من واشنطن. أهلا بك دكتور. قمة تاريخية سعودية فقط وليس عربية، يعني العرب بالدول العربية والإسلامية فقط بالحضور وليس ليكونوا جزء من القرار والقرارات التي كتبت والتي سجلت والاتفاقات التي سجلت بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. القرار سعودي، ومن يريد يعني أنا أقرأ في القرارات والاتفاقات، والمملكة تقول أن من يريد أن يكون جزء من هذا التحالف وهذا العمل فليتفضل، أما القرار فسيكون في الرياض وسيبقى في الرياض. وخاصة أن المملكة العربية السعودية قد دفعت ثمنا غاليا لوقف التمدد والمد الإيراني وتخاذل معظم العرب وتآمر كذلك بعض الدول العربية على المملكة العربية السعودية، مع العلم أنهم يدعون أنهم مع المملكة العربية السعودية. فلذلك أنا لا ألوم المملكة العربية السعودية في أي اتفاق تعقده مع أمريكا، لأن الموضوع في نهاية الأمر يتعلق بأمن وسلامة المملكة العربية السعودية والممرات المائية الدولية. فإذا كانت بعض الدول تريد أن تستغل الوضع الأمني لصالحها، الدول كإيران أو بعض الدول العربية المطلة على البحر الأحمر،
والخليج العربي فهذه مشكلتهم وليس مشكلة المملكة العربية السعودية. هناك كثير من الناس وأنا يعني سمعت الضيف عندكم يتحدث وكأن شيئا لم يحدث، لا، الذي حدث هو نقلة تاريخية نوعية اتفقنا معها أو لم نتفق. يعني أنا في كثير، أنا أعيش في نيويورك، في واشنطن عفوا، أعيش في واشنطن منذ 42 سنة وأنا أراقب السياسة الأمريكية وأتابع السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية لا يخرج الأمريكان عن الاتفاقات التاريخية بينهم وبين الدول التي يكون للأمريكان مصلحة فيها، وهناك مصلحة بالنسبة للرئيس ترامب، مصلحة مالية، مصلحة سياسية داخلية حتى تتعلق بسياسة الداخلية وبأوضاع الداخلية المتذبذبة، ولكن بنفس الوقت هذا تأكيد على الاتفاقات التاريخية الموجودة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. طيب في العموم، في العموم وبنظرة وبنظرة شمولية سيد عويس، يعني كيف ترى تداعيات ربما وتبعات وانعكاسات هذه القمة العربية الإسلامية على شكل وطبيعة العلاقات ما بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام؟ يعني عندما تقولين العرب هذه كلمة كبيرة جدا، العرب غير موجودين على الساحة الدولية كعرب كمجموعة عربية، وخاصة أن هناك كثير من الأمور تتعلق بحقوق الإنسان، تتعلق بالحقوق الدينية لكثير من الناس، والحقوق كذلك الحقوق السياسية. يعني أهم حقوق هي المضطهدة، المضطهد الآن هو من يريد ممارسة السياسة في العالم العربي. لا أستثني أحدا هنا، لا أريد أن أذكر أي دولة، في جميع أنحاء العالم العربي. فلذلك نحن يعني نرى أن العالم العربي ليس عالما عربيا، ولكن دول ودويلات وعصابات، حتى هناك عصابات إجرامية وعصابات إرهابية كذلك. الجميع يريد أن ينتصر، لا يوجد أحد في العالم العربي يريد أن يكون ضمن وحدة عربية قادرة على الوقوف وجه المد الإيراني، وبنفس الوقت يحترم حقوق الشعب على أرضه. فلذلك لا نستطيع أن نتكلم بأي شيء عربي كما كنا في الفترة المصرية وفترة حتى إلى ما قبل الربيع العربي المجيد، ودعيني أقول المجيد وألتزم بهذا الكلام. إلى يوم الربيع العربي كان هناك خطاب سياسي، أنا برأيي كان خطاب كاذب، والجميع دخلنا في فخ ما كان يسمى بالقومية العربية من أجل خطة مصالح كثير من الأنظمة العربية القمعية التي أودت في العرب إلى الهاوية. فلذلك أنا برأيي الذي يحدث الآن هو تحالفات ليس بين أمريكا والعرب، ولكن بين أمريكا والمملكة العربية السعودية. وأما دول الهامش في العالم العربي فهي لا حول ولا قوة لها، وخاصة أنها إذا كانت تريد أن تستجدي الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وتنتقد المملكة العربية السعودية عندما تشتري الأسلحة بمالها. إذن على ذكر الأسلحة وعلى ذكر صفقة الأسلحة السعودية الأمريكية، في رأيك هل من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على ميزان القوى العسكرية في المنطقة بشكل عام أم لا؟ أعود مرة أخرى إلى موضوع المنطقة. المنطقة نعم ستؤثر في قدرة الحكومة السعودية بالدفاع عن أرض المملكة العربية السعودية من عصابات الحوثي ومن الخطر الإيراني القادم عبر الحدود العراقية ومن خطر المنظمات الإرهابية والإرهابيين الذين سيعودون الآن من إرهابيي داعش الذين سيعودون من العراق وسوريا. ليس أمامهم مهرب إلا أن يعودوا إلى المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن يقوموا بعمليات ضد سلامة وأمن المواطن السعودي. فلذلك يجب علينا ألا نقحم أو أن لا يقف أحد في الصف هنا من أجل أن يقول أنه حقق شيئا في مؤتمر اليوم، دعيني أقول اليوم، مؤتمر أمس. وما حصل أمس كان موضوعا سعوديا بحتا، واثبتت القياده السعوديه انها مستقله عن كل العرب بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي
لأنهم لا يثقون بأحد، لأن الجميع يتآمر على المملكة العربية. نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد يعني أخيرا وفي كلمة واحدة، البعض يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفائز الأوحد والوحيد من انعقاد هذه القمة، نعم أم لا؟ أبدا، الطرف السعودي هو الفائز الأكبر، إذ أنه سيؤمن حدوده الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية وكذلك البحر الأحمر، لأن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تتآمر على المملكة العربية السعودية، وبدون ذكر أسماء الجميع يعرف من أفضل. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عويس المحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل بكم وعلى الهواء مباشرة لمتابعة فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي، فإلى هناك. نقلنا على حضراتكم مشاهدين الكرام وعلى الهواء مباشرة المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي، والحديث عن ملف الإرهاب وكيفية تدعيم وتوطيد العلاقات السعودية الأمريكية في مواجهة وفي مناهضة وفي مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني وأيضا على المستوى الفكري. نعود من جديد وأرحب بضيفي الكريم في استوديو المشهد سعادة السفير أحمد القوسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير لك التحية من جديد، وكيف تابعت هذه الكلمات في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي؟ يعني دعيني أولا أرد على الأستاذ محمد عويس بمداخلته من واشنطن، على ما يبدو خطابه فاجأني بالفعل وأوجعني بالفعل، يعني آفة العرب هي الأنا، يعني لا أعتقد أن هناك مصريا أو عربيا يعني يتوقف أو يقصر عن تهنئة المملكة العربية السعودية الشقيقة على قدرتها العظيمة التي أدارت بها علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة استخدمت بإجادة قدرتها المالية الضخمة على تدشين شراكات جيدة مع أكبر قوة في العالم في التاريخ الإنساني، الولايات المتحدة الأمريكية. أمنت شراكات عسكرية وأمنية واقتصادية، حجم الأموال المرصودة بحجم يعني غير مسبوق بالتأكيد. الشركات السعودية، منتدى الرؤساء التنفيذيين، حجم التعهدات، وأعيد هو أشار إلى البحر الأحمر وأشار إلى تخلي العرب عن المملكة العربية السعودية، ورفض أن يكون النجاح نجاح سعودي عربي إسلامي، إنما أنا بأرجعه مرة تانية، اختزل النجاح فقط للمملكة العربية السعودية. هذا هو رأي الشخصي، طبعا رأي الشخصي، إنما ده رأي أعتقد أنه يتنافى مع الواقع، رأي قاصر، لأن هناك في آخر الأمر مقتضيات أمن قومي عربي للإقليم العربي. هذه مقتضيات ثابتة، ثبات وجودنا على الإقليم العربي، البحر الأحمر الذي يفصل بيننا وبين المملكة العربية السعودية سيظل بحيرة طرفها سعودي والطرف الآخر والضفة الأخرى منها مصرية. التاريخ الحديث والتاريخ القديم يقول أن الوشائج والعلاقات، أمن الخليج العربي هو جزء من مكونات الأمن القومي الوطني المصري بالتأكيد. أعيد التذكير عليه وأفكره وأذكره بغزو الكويت ومعركة تحرير الكويت وتهديد صدام لدول الخليج العربي. هو ربما قال وأشار أنه يذكر الدول المطلة على البحر الأحمر وأغفل ذكر اسمها، وقال أن مستمعيه يدركون ما من بكل الأحوال يعني مصر ستظل دائما وأبدا هي رمانة الميزان في المنطقة. قوة المملكة العربية السعودية العسكرية والأمنية وقدراتها الاقتصادية
هي إضافة ودعم لمصر بالتأكيد. صحيح. وهي إضافة ودعم لمحيطها العربي، وإضافة ودعم في بعدها الأكبر للبعد الإسلامي. هو لا يستطيع أن ينفصل ولا يعني تنفصل هو أو غيره، لا أحد يستطيع أن ينكر أو يتغافل أو يتجاهل الدور المصري الرئيسي المحوري في مواجهة الإرهاب وفي محافظة على استقرار وأمن وسلامة المنطقة العربية في مجملها. يعني هذه وقائع لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا جاحد. طيب نستكمل حديثنا عن يعني القمة العربية الإسلامية الأمريكية. وحقيقة في كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث على أنه يعني ألا تنتظر دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحارب الإرهاب نيابة عنها، ولكن عليها هي بنفسها أن تختار ما هو المستقبل الذي تريده. ربما فسر البعض هذه الكلمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها نوع من التخلي وعدم يعني النية، وجود نية حقيقية أو استعداد أو رغبة جادة وأكيدة ومؤكدة في تقديم الدعم والمساندة لدول الشرق الأوسط في محاربة ومجابهة الإرهاب. الرئيس الأمريكي الجديد رئيس معلن، تفكيره ونظرته وأسلوبه واضح مفهوم. يعني كما ذكرت لك في بداية اللقاء أنه أتى من بيئة رجال الأعمال، وأقصى ما يستطيع منظوره في ممارسة السياسة هو مفهوم الصفقة. وأذكر أن هذا الرجل وقف وتحدث خارج كل الأعراف الدبلوماسية يعني، وقال أننا نحمي دولا كثيرة وأن الأوان أن تدفع ثمن حمايتها وثمن دعمها. وأكد مرة أخرى أنه لولا الدعم الأمريكي والحماية الأمريكية ما كانت دول الخليج قد بقيت حتى هذه اللحظة، وأن على دول الخليج أن تدفع. قال هذا. وأنا يعني إذا تحدثت بمقتضيات العلوم السياسية يعني أقول أنها يعني لا أستطيع أن يعني أستبعد شبهة الابتزاز. الرجل يبتز. ردت عليه المستشارة ألمانيا الغربية ردا مفعما، وطبعا يعني يسعدنا طبعا أن تكون المملكة العربية السعودية في أفضل مكانة تتمناها، وأن تحقق رؤيتها 2030. هذه داخل هذه الرؤية أن المملكة ستعتمد في عتادها العسكري في هذا التصور بنسبة 50% على قدراتها هي الإنتاجية. وهذا شيء يعني غير مسبوق وتصور طموح، وأرجو أن يتم تحقيقه بالتأكيد. طب يعني فيما يتعلق هذه التصريحات التي صدرت عن دونالد ترامب أو هذه الكلمات في فعاليات هذه القمة، بأن ليس على دول منطقة الشرق الأوسط أن تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحارب الإرهاب نيابة عنها، ربما يعني هذا هو يعني النهج أو السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية، وإن اختلفت ما بين رئيس يملك قدر عالي من الدبلوماسية والحكمة السياسية في كلماته وبين رئيس آخر يعني يفتقد هذه الدبلوماسية أو يفتقد التصريحات المعصولة أو أنه يجاهر ربما بما يحمله تجاه المنطقة، والبعض الآخر يخفي ذلك في الكواليس، وفي النهاية تكون المحصلة واحدة في السياسة الأمريكية يعني تجاه المنطقة بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية لن تأتي لتحارب معركة أحد آخر، معركتها ومصالحها هي فقط، وهذا ما قصده الرئيس الأمريكي في آخر النهار. قدراتك الذاتية وقدراتك الأمنية وقدراتك العسكرية هي الوحيدة العاصم لك من التفكك والتشرذم والحروب الأهلية وتفكك دولتك الوطنية. هو قال هذا الكلام يعني بشكل واضح، هو لن يحارب معركة أحد. وعلى كل الدول العربية التي تعاني أن تعرف أنها لابد أن تعتمد على نفسها. الرئيس أشار ضمن ما أشار إليه اليوم ضمن التجديد الخطاب الديني، التجديد أيضا الإطار السياسي ونظم الحكم والحكم الرشيد ووضع المرأة والإشكاليات الموجودة في المجتمعات العربية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر دعما
وليس هناك إطارا تعاقديا للدفاع عن المملكة العربية السعودية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. الوضع ليس وضع اليابان ولا وضع كوريا. صحيح. ولكن ويتحدث أيضا من تحدث يعني وأشار إلى اتفاقيات يعني في الأخير خالص الذي سيدافع عن أمن المملكة العربية السعودية وحدود المملكة العربية السعودية وتماسك الدولة السعودية هم السعوديين وأشقائهم العرب. صحيح. الشيء والذي سيتحمل العبء الأكبر هم السعوديين أنفسهم بطبيعة الحال. يعني إذا كانت السعودية قد نجحت في استدراج الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل استحقاقات للمستقبل كما تراها الصحف السعودية وتفعيل شراكات اقتصادية وأمنية، هذا إضافة للمجمل القوة العربية الشاملة بشكل أو بآخر. يعني دي مسألة يعني صحيح. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة السفير أحمد القوسني مساعد وزير الخارجية الأسبق على تلبية الدعوة وتشريفك للنهضة فندم. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.